وهذه خوخة باب قصر لينا. والله لو كانت هذه عند أوروبا الغربية أو عند الدول المتقدمة لعدوها من عجائب الدنيا. إلى لينا وصلت القافلة إلى إحدى محطات طريق البخور القريبة من رفحة. الآن وصلنا إلى لينا التاريخية العظيمة على درب القوافل ثم على درب الحاج، وكما ترون بعد زبالة لينا في هذا الموقع قبل حائل وموارد ومواقع ومتعشيات ومنازل حائل إلى المدينة إلى مكة المكرمة. آبار على طريق البخور، قد يبدو الأمر عادياً، لكن نظرة إلى داخل هذه الآبار التي تمت تغطيتها بالحديد والإسمنت بشكل لم يراعي أهميتها التاريخية، تنبئ بالغرابة والتفرد لهذه الآبار التي لم تحفر في الرمل الهش، بل بالصخر الصلد الذي يماثل الصوان صلابة. لم يعرف أحد بالضبط كيف حفرت ومن احتفرها، وهي في وسط لينا، في وسط قرية لينا، وكما نراها مستنبطة في وسط الصخر، ضيقة في صخر صلد وليس صخرا رمليا، إنما هو صخر رسوبي قريب من صخر الصوان. وهذا هو العجب العجاب، كيف احتفروها وما هي المادة التي وما هي الآلة ومما تتكون التي حفروا في هذا البئر الضيق اللي ما زال فيه ماء، وأحززة الرشاء عمقها لا يقل عن 5 إلى 10 سنتي في الصخر الصلد. تقول الأسطورة أن من حفر الصخر الأصم ليس من بني البشر، وأنه من جن النبي سليمان، لكن وكالعادة كان لعيد رأي آخر. ومن الاكتشافات اللي اكتشفناها على خطى العرب ومن الذي احتفر آبار لينا، وجدت حفرة اختبار، وجدت في الصخر بجانب هذه الآبار حولي وجدت حفرة اختبار احتفرها الذي احتفر هذه الآبار لينظر صلادة هذا الصخر وينظر فعالية المادة والآلة التي سيحتفر بها. انظر، وجدت حفرة مستديرة مبرية بري بالصخر، ها الآن أزلت عنها التراب كما ترون، أزلت عنها التراب، شوفوا محفورة حفر. وأيضا هذا اكتشاف يدل أن اللي احتفره سواعد الرجال وليس جن النبي سليمان عليه السلام.
الآن أتيت بإزميل من الفولاذ، من الفولاذ القوي جدا ومطرقة، أجرب أشوف قوة هذا الصخر الصلد الذي بروا فيه. هلي شوف ينزلق من صلابته، ينزلق الإزميل. وأيضا ينثلم رأسه الفولاذي من طرقات، هذا يدل أنهم احتفروه بآلات رأسها حجري، ربما البازلت كما أعتقد أو أظن، لأنه الصخر لا يفله إلا الصخر، لأنه لا يمكن أنه عندهم الماس ذاك اليوم، لأن الجزيرة العربية لم يكتشف فيها الماس إلى الآن، غير ما يبحث الآن في جبل الهيل في أو شالمان في حرة عسلج، وفي ذلك موضوع ألا فلزي آخر. ما زال فريق خطى العرب في لينا، والمحطة أحد أقدم قصور الدولة السعودية في فجر قيامها. ومن عجائب لينا الأثرية الغريبة على درب البخور، من آبارها المنحوتة في الصخر نجد نحتاً في الصخر، ألا وهو توحيد هذه البلاد على يد المغفور له الملك إن شاء الله الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل. في لينا ابتني قصراً قوياً عظيماً، ابتني من مواد قوية بقيت إلى اليوم، ولذلك نتعرف على الأخ جهز برجس الشمري، مدير عام السياحة والآثار بمنطقة الحدود الشمالية. طبعاً هذا القصر لا شك أنه من قصور الدولة التي هي تم بناؤها في بداية توحيد هذه المملكة. هذا القصر بني عام 1353، والآن يعتبر من القصور التي تعمل عليه الهيئة العامة للسياحة والآثار في تهيئة هذا القصر واستثماره بإذن الله ليكون متحفاً لمنطقة الحدود الشمالية. وهو كيف بنوه ولينا ما فيها إلا حجرة، منين جابوا الطين والخشب؟ طبعاً بتوجيه من مؤسس هذه البلاد، تم توجيه الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي أمير منطقة حائل أنذاك لبناء هذا القصر، وأركب الركائب من الإبل ومحملة بجذوع النخل والأشجار والصانعين والبنائين لبناء هذا القصر في عام 1353. كم يحتوي على غرفة؟ على 52 غرفة. وفيه بئر وفيه بئر وفيه مسجد وفيه فناء واسع لإقامة المناسبات في ذاك الوقت. هذه خوخة باب قصر لينا، قصر الملك عبد العزيز في لينا، وهذا الباب الخشبي منذ عمل أول مرة إلى اليوم لم يتغير، وهذه الخوخة موجودة أيضا في حصن المصمك بالرياض، هذه للاستئذان لمن يطرق الباب، يستأذن ينظر من الطارق ثم تغلق وتفتح البوابة لدخول الخيل، لأنه جوا في اسطبل الخيل، أو لدخول الأشخاص والأحمال والإبل.
الآن احنا باتجاه الشمال، باتجاه رفحة، باتجاه الشمال. لينة بعد لينة، أم العصافير ثم زبالة، والآن سنذهب إلى زبالة لنرى تاريخ زبالة على هذه المحطة المشهورة، محطة درب البخور، ثم بعد الإسلام محطة الحاج العراقي. يمثل هذا الطريق خاصرة الدولة العباسية في عزها أيام هارون الرشيد، عنوان الذروة التي بلغتها الحضارة العربية علماً وابتكاراً وترجمة وتدويناً. من هذه الطريق كان الرشيد يقصد مكة. والآن وصلنا إلى زبالة، هذه المحطة المهمة على درب البخور، درب القوافل القديمه منذ آلاف السنين، ثم أصبحت محطة من محطات درب الحاج العراقي. هذا المكان، هذا القاع، القاع هو المكان المنخفض الذي يجمع الماء، يوجد فيه 300 بئر محفورة، 300 بئر صغيرة الفوهة، لكن الآن الحمد لله ماء السيل يغطيها، والبرك التي حفرتها وبنتها وشذبتها السيدة زبيدة رحمه الله مليئة بالماء. فهذا المكان التاريخي المهم وقعت عنده يوما من أيام العرب اسمه يوم زبالة، يوم زبالة قبل الإسلام، لكن ليس المجال هنا ذكره. أيضا أمام هذا المكان، هذا القاع، يوجد حصن زبالة، ويوجد اللي هو قصر عباسي يقال أن هارون الرشيد ابتناه للاستراحة في طريقه إلى الحج، ويوجد سوق من أسواق العرب، لكنه ليس من أسواق العرب الشهيرة المشهورة الذي يأتون قبل الحج وبعد الحج العرب. الآن حنا نقع جنوب مدينة طريف حوالي 25 كيلو. هذا المكان نسب إلى امرأة عربية اسمها زبالة ابنة مسعود من العماليق، من العرب البائدة العماليق، سمي هذا المكان باسمها زبالة. ليس المقصود فيها الزبالة يعني القمامة بضم الزاي، هذا الزبالة زبل الماء يعني جمع الماء، هذه المناطق، هذه القيعان تجمع الماء فسميت زبالة وزبالة باللام. ولذلك الشاعر العربي يقول: ألا هل إلى نجد وماء بقاعها سبيل وأرواح بها عطراتي، وهل لي إلى تلك المنازل عودة على تلك الحال قبل مماتي، وهل أشربن من ماء الزلال وأرتوي وأرعى مع الغزلان في الفلوات، وألصق أحشائي برمل زبالة وآنس مع الظلمان والظبيات. الظلمان هو الظليم، ذكر النعام، الذكر الأسود الكبير. يا الله، يتمنى أنه يأتي إلى رمل زبالة من كثر شوقه لهذا المكان الذي غادره في رحلة بعيدة. هذا الأعرابي يتمنى أن يلصق أحشاؤه من الحرارة اللي يحسها من الشوق، لأن برودة هذا التراب الذي يلصق بأحشائه يبرد عليه الشوق. وألصق أحشائي برمل زبالة وآنس بالظلمان والظبيات. ذكر النعام كان يرد إلى هذا المكان ويشرب، والظبيات ترد وتشرب. فهذا المكان يعتبر هو المحطة الأساسية بعد لينة، بينهم أم العصافير، لكنها ليست بأهمية لينة وزبالة.
وهذا هو القصر الموجود بزبالة الذي ابتناه هارون الرشيد وكان يستريح فيه عندما يأتي من الكوفة من العراق ذاهباً إلى الحج. وكما ترون ما أجمل هذا الفخار العباسي الملون بالفيروز منتشر، وأنا سأرجعه إلى مكانه حيث وجدته، ما أنقله إلى مكان آخر. وأيضاً زجاج ملون، انظروا هذا الزجاج الملون، وأيضاً سكنة بشرية قديمة، انظروا إلى هذه السكين الصغيرة من العصر الحجري الحديث، حتى أنهم لم ينسوا يضعوا مكاناً للأصبع للإبهام للتقطيع. الآن هذا المكان بير أبار زبالة والقصر نقع جنوب إلى الغرب قليلاً من مدينة رفحة، ويوجد في هذا المكان بجانب هذا القصر مسجد يصلى فيه الحسين رضوان الله عليه، وهو خارج من المدينة إلى الكوفة. وانظروا قبل 1300 سنة كيف كان العرب في هذه المناطق وهذه الصحاري يهتمون بآنيتهم وجمالياتها. فهذا الفخار يطلون بهذا الطلاء من 1300 سنة لم يتغير، انظروا لم يتغير، وين الآن في العصر الحديث لا توجد هذه المادة وهذه التقنية. وهذا يدل أنهم في ذلك العصر كان عندهم فن وذوق وأخلاق واهتمام في مطعمهم ومشربهم وملبسهم. كيف يطلون هذه المادة على الفخار؟ طبعاً عندما يصنعون جرة الفخار ويخرجونها من النار يأتون بمادة من الطبيعة، مادة زرقاء، مادة انظروا ملونة، ويطلون هذا الفخار بهذه المادة. ثم المادة ذي يخلطونها برمل اللي هو رمل السيليكا، الرمل هذا الرمل اللي بالنفوذ، الحبات اللي هي زجاج. الحين كثبان الرمل عندنا في السعودية هي عبارة عن زجاج، عندما يطلونها بالزجاج وهذه المادة تدخل مرة أخرى إلى الفرن الحار جداً، ثم ينصهر الزجاج اللي هو حبات السيليكا الموجودة في الرمل مع اللون، فتعطيه طبقة تبقى إلى الأبد ومن الطبيعة كما ترون وبألوان عدة. والعصر العباسي تميز بالزجاج بالفخار المزجج والملون بألوان كثيرة إلى اليوم. أحياناً نجد ملعقة مزخرفة من أولها إلى آخرها. حنا الآن في العصر الحديث ما نجد إلا مصانع بلاستيك تكب لنا من هذه النفايات الضارة بالصحة وفي البيئة. زبالة الصغيرة جمعت من شواهد التاريخ ما يفوق حجمها، ففي كل جزء منها معلم وأثر، وأعجبها بئر عمقه ربع كيلومتر. وهذه هي البئر الأساسية في زبالة، وتسمى بئر زبالة، وهي بئر مهيبة عظيمة في التقنية وفي الحفر، محفورة في الصخر الأصم، وليس صخراً رملياً، إنما يخالطه صخور قوية صلدة، لكنهم احتفروها وقصوها قصاً من أعلاها حتى آخر نقطة فيها بالصخر. ما هي التقنية التي استخدموها؟ ما هذه القوة؟ ما هذا العزم اللي استخدمه العرب في ذلك الوقت؟ تعرفون أن هذه عمرها واستعمرها وأشرف على بنائها عمرو بن موسى، والذي أرسلته السيدة زبيدة رحمه الله على أشرافها على هذا الخط من الكوفة حتى المدينة وحتى مكة. فوهت البئر 10 أمتار في 10 أمتار، فيه سلم في الجدار، وفيه أماكن للاستراحة لوضع الأخشاب والحبال.
عميق جداً جداً، 250 متر، يعني ربع كيلو متر. هذه الآبار اللي في القاع اللي حن إليها العربي وتمنى أن يلصق أحشاءه في ترابها وعلى أديمها، الآبار 300 هذه آبار صغيرة يعني تجمع المطر ويسقى منها، لكن هذه هي البئر الأساسية التي لا تنضب ولا تتغير وماؤها عذب وخفيف. والله لو كانت هذه عند أوروبا الغربية أو عند الدول المتقدمة لعدوها من عجائب الدنيا، لكن حنا لن يلتفت لنا أحد ويهتم بنا ما لم نلتفت نحن إلى تراثنا وتاريخنا.